منافساتنا الجميلة، منافساتنا القوية التي يحتضنها هذا الميدان في سباقنا المحلي الثالث ضمن مرحلته الثانية. نذكر بأن اللجنة المنظمة لسباقات الهجن اعتمدت نتائج هذا السباق والسباق القادم سباقنا المحلي الرابع باعتبارها نتائج مؤهلة إلى سباق وبطولة الخليج الثالثة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، تحديدا هنا في ميدان الشحانية في أواخر شهر نوفمبر المقبل. إذا هذا هو خامس الأشواط، شوط مميز، شوط خاص بالحيل، ومسافة هذا الشوط هي 6 كيلومترات. ننطلق إذا مع مقدمة هذا الشوط لنتابع مجريات هذا التحدي ونرى كيف هي الأمور وكيف هو مسارها. مقدمة هذا الشوط مع رسالة، رسالة تحتل المركز الأول وتبعث برسائل عديدة إلى كل من يشارك في هذا الشوط، ملك السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وهذه الرسائل مفادها تواجد رسالة وتواجد شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. الانتقال على المركز الثاني القاضية المنصوري وإلى المضمر محمود بن محمد الوهيبي، المركز الثاني براقة محمد بن حمد بن سليمان بن جبريل، المركز الثالث هنادي صالح بن حمد القمر، المركز الرابع جاءت فيه القاضية سالم بن جبران المري، والمركز الخامس بن صوغان لسعيد بن محسن بن بعيران المري. ها هي نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى في شوط الأسماء الكبيرة في شوط التحديات المميزة، ولكن رسالة هي من تواجدت من البداية وكانت رسالتها واضحة جدا من خلال هذا الحضور المتجلي. التوقيت الزمني 9 دقائق 31 ثانية، 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والتهنية للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني كان مع براقة وتوقيتها الزمني 9 دقائق 33 ثانية، 46 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن حمد بن سليمان بن جبرين، والتهنية للمضمر محمد بن بخيت الزعيري، بينما جاءت في المركز الثالث هنادي وتوقيت هنادي 9 دقائق 37 ثانية، 14 جزء من الثانية. تهانينا لصالح بن حمد القمرة وإلى المضمر حمد بن محمد.